14 أغسطس 2020 غيب الموت الفنانة شويكار عن عالمنا، والتي برعت في تقديم الأدوار الكوميدية والدرامية. وعلى الرغم من تاريخها الطويل، إلا أنها حافظت على حياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام والصحافة، حتى وقعت شقيقتها الفنانة شاهيناز التي أثارت الجدل. هنشوف بقى إزاي دلوقتي، حيث انتشرت العديد من الأخبار حول وجود شقيقة تدعى شاهيناز للفنانة القديرة شويكار، والتي ظهرت في العديد من الأفلام في فترة الستينيات، منها فيلم خلي بالك من زوزو. إلا أن شويكار نفت ذلك، وكشفت الفنانة شويكار في تصريحات سابقة لها أن الممثلة شاهيناز طه لا تربطها بها أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد. دي شاهيناز طه أكيد فاكرينها، مثلت مع فؤاد المهندس وحسين فهمي وغيرهم. دي شويكار طبعا الله يرحمها. دي شاهيناز، قالوا إن هي شقيقة شويكار، ولكن شويكار نفت ذلك، هنا مع فؤاد المهندس في أحد الأفلام ومع حسين فهمي، أكيد افتكرتوها. دي شويكار الجميلة الله يرحمها، توفيت. وفيما بعد انتشرت صورة للفنانة شويكار مع صديقتها الفنانة نبيلة عبيد، ومعهما سيدة تشبه شويكار كثيرا، وتبين أنها شقيقتها التوأم، والتي انتشرت بشأنها العديد من الشائعات وفقا لما ذكرته مجلة أخبار النجوم في عددها الصادر بتاريخ 15 من شهر إبريل عام 1993. لم تدخل شقيقة الفنانة شويكار عالم الفن وتعيش مع زوجها في إحدى الدول العربية. دي صورة شويكار وشقيقتها وبينهم نبيلة عبيد، صعب إنك تفرق بينهم، شبه كبير جدا طبعا. دي شويكار في شبابها. وفي يناير 2017 قالت شويكار أنها أوصت ابنتها بعد وفاتها ألا يقام لها عزاء، وخاصة أنها تكره حالة الهرج والمرج والتي تحدث في سرادقات العزاء وتعتبرها مهزلة. وأكدت أنها حزنت كثيرا لوفاة الفنان محمود عبد العزيز وأحمد راتب، وعربت من ناحية أخرى عن فرحتها بنجاح الفنانة روجينا مؤخرا، لأنها كانت تتنبأ لها بمستقبل كبير منذ سنوات. يذكر أن شويكار قبل ذلك تعرضت للكسر أثناء سقوطها في منزلها، واضطرت للقيام بعملية جراحية، ودخلت بعد ذلك في مرحلتها للعلاج الطبيعي. الله يرحمها، ما كانتش عارفة إن في كورونا هتيجي وإن مش هيبقى فيه عزاءات خالص. ورغم أن الفنانة الكبيرة شويكار شكلت لسنوات أحد أشهر ثنائيات الوسط الفني مع الراحل القدير فؤاد المهندس، إلا أن ابنتها الوحيدة لم تكن منه، بل من زيجة سابقة لها في بداية حياتها الفنية من المحاسب حسن نافع الجواهرجي. ابنة الفنانة شويكار اسمها منة الله الجواهرجي، ودي هنا هي وبنتها على اليمين، وادي بنتها وهي صغيرة، صور نادرة جدا ليهم، وادي بنتها لما كبرت. ايه رأيكم، تشبه لها ولا شويكار أحلى؟ تزوجت ابنة شويكار من السيد محمود عطلة، وأنجب ابنتين هما هند وفرح، واللتان أصبحتا مصدر سعادة شويكار. دي منة طلة الجوهري بعد ما كبرت واتجوزت مع زوجها السيد محمود عطلة، وهنشوف بقى حفيدتي شويكار. اليوم هند وفرح عطلة أصبحتا شابتين جميلتين، وتزوجت هند منذ عدة سنوات من المنتج شريف فريد، وأنجب بنت اسمياها نزلي. دي بقى هند حفيدة شويكار مع زوجها المنتج شريف فريد، خلفوا بنت اسمها نزلي. عندما تشاهد صور حفيدتي الفنانة القديرة شويكار وكيف تبدوان اليوم، ستلاحظ شبه كبير يجمعهما بها، وخصوصا بحفيدتها فرح.
ونشوف دلوقتي الصور. ايه رأيكم؟ دي حفيدتها فرح، في شبه كبير بينهم ولا شويكار غطت على الكل؟ ادي هند وفرح مع والدتهما من مطلة اللي هي ابنة شويكار. صور جميلة، شاركونا بالتعليقات ايه رأيكم؟ حفيدتي شويكار تشبه لها ولا لأ؟ وهنشوف برضو أسرار تانية بعد شوية. ودي هنا في السعودية، شويكار ولدت في 24 نوفمبر 1938 وهي ممثلة مصرية من أصل تركي، واسمها الحقيقي شويكار إبراهيم طوب سقال. ولدت من أب تركي وأم شركسية، وهي شقيقة من ستينيات القرن العشرين، وتم اكتشافها في نادي سبورتينج في اسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب ووجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا. تزوجت أولا من المحاسب حسن نافع الجواهرجي، وقد انتشرت صورة نادرة للفنانة الكبيرة شويكار جمعتها بابنتها الوحيدة منة طلة التي أنجبتها شويكار من زيجتها الأولى. وبعد إنجاب ابنتها بعدة سنوات توفي حسن الجواهرجي، وحاولت شويكار بكل قوتها أن تبعد ابنتها عن وسائل الإعلام، وبالفعل نجحت في ذلك لكي تستطيع منة طلة أن تعيش حياتها بلا قيود. هي ابنة شويكار وحفيدة شويكار، وهنا شريفة شقيقة شويكار، هنا شويكار وبنتها منة طلة. بعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس، حيث قدم واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، ثم انفصل بعد ذلك. وتعد قصة زفاف الفنان فؤاد المهندس من الفنانة شويكار من القصص الغريبة إلى حد ما. فؤاد المهندس وشويكار أشهر ثنائيات زمن الفن الجميل. فقد استغل فؤاد المهندس وشويكار مشهد الزواج في فيلم هارب من الزواج، والذي تقاسم بطولته، وكان المشهد عبارة عن زفاف، وكانت شويكار ترتدي بالفعل فستان زفاف. واستغل الاثنان مشهد زواجهما في نهاية الفيلم وقرر أن يتزوجا في نفس الليلة، وبالفعل ذهب الاثنان وهما بنفس الملابس التي أديا بها مشهد الفيلم إلى المأذون، ومعهما الفنانة زهرة العلا وزوجها المخرج حسن الصيفي، وتم توقيع عقد الزواج. وذكر فؤاد المهندس في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن شويكار: كنت أحب الحديث معها كلما التقينا، ولا أعرف السبب في ذلك، وكنت أشعر أنها أيضا معجبة بي، ولهذا كانت تحرص على حضور عروضه المسرحية. دي شويكار صورتها سنة 1960. هنا شويكار مع زوجها السابق ممثل فؤاد المهندس عام 63. بعد انفصال شويكار عن فؤاد المهندس تزوجت من مدحت يوسف. وقد شهد منتجع بالم هيلز بمحافظة 6 أكتوبر واحدة من أجمل السهرات التي تميزت بالرقية والفخامة خلال الاحتفال بزفاف أحمد نجل المخرج والمؤلف شريف حمودة وحرميه شريف هتوب سقال شقيقة شويكار. ده شويكار في أحد الظهور في زفاف ابن شقيقتها. أنا العروس مع دينا هاني شاكر الله يرحمه. شويكار مع العروسة.